مشي يا سيدي وتيدخل معانا داك الشي ديال هاد الفيديو غادي نشارك معكم خوتي خواتاتي النظام اللي تبعوه الناس القدام عندنا في البلاد هو نظام الخطارات باش يجيبوا الماء من العين تحت الارض. تعبوا معايا وتشوفوا معايا كل شيء ان شاء الله باذن الله. خليكم مع الفيديو. نظام الخطارات نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. هادشي تيدي الماء ليها تيدي الساقية تجي وقيت ندير شي فيديو ندخل معايا هنا حتى التليفون. غادي نطلعوا بنفس الطريقه باش نزلنا، ما عندناش شي طريقه اخرى. اللي اول مره تيشوف هذا الفيديو مرحبا بك في القناه، اشترك معنا في القناه تشجيعا لنا لنصل مره في نشر جديد ان شاء الله. لايك لايك وفعل الجرس وابونا. هذاك تيجيب المال هذا وتيدوز تيعطي المال الاخر، الاخر تيعطي الاخر، تيوصلوا للساقيه. ملي توصل هنايا تيخرج داك الماء من هنا شويه تيتخوى من هنا بشريج، وهاد الشي تيمشي مع الساقية لجهة البلاصة فين تيوردو البهايم، تيمشي لما نيشان تيدخل معاها ليا هاديك التقيبة شتوها هاديك التقيبة، وتيمشي يا سيدي وتيدخل معانا داك الشي ديال تيخرج عاوتاني لهنا، وملي تتعمر هادي تيخرج عاوتاني من تم. شتوه يعني حتى حاجة ما تضيع.